الفنان كاظم الساهر، ورحب بك على شاشة الثقافية. أهلا وسهلا بكم. بداية، ما هو الاختلاف في الغناء بالشعر الفصيح؟ بالنسبة لي الأغنية الفصحى يعرفون جمهوري أنه من أنا صغير، يعني من أول لحن لحنته وأنا عمري 12 سنة كان قصيدة. يعني أنا أحب القصيدة، أحب اللغة الفصحى، أحب أنه أبحر ما فيما يكتب الشعراء في إبداعاتهم. حقيقة اللي هي المجال في الموسيقى نضع، وبعدين اللي هي المجال فيها مثل التحدي، أنه أحيانا من تضع موسيقى لعمل بالفصحى يتطلب منك مو بس تلحين القصيدة، يتطلب منك أنه تأليف موسيقي، يتطلب منك أن الاختلافات، الانتقالات بين الأنغام، وهذا يسعدني. يعني ما أحب الشيء البسيط. طيب، مهرجان الغناء بالفصحى وتحت مظلة وزارة الثقافة، الجمهور نوعا ما مختلف، ما هو أثر ذلك عليك أنت كفنان؟ يعني أنا يسعدني، أنا لما كنت في بداياتي لما كنت أحكي مع الشركات اللي حتى الألبوم، يعني الأشرطة كانت أيام زمان شريط غنائي وسيديو، فكنت أنا أضع مع كل الأغاني، هم يطلبوا من عندي أغاني شعبي، فمع كل الألبوم كنت أنا أقدم هدية، أقول لهم خذوها ما عليكم بس حطوها بالألبوم، فكنت أنا أتقصد أخلي القصائد، كنت أبني، يعني كنت أحط أساس أنه حتى للمستقبل أن يكون. الحمد لله أنا لقيت أنه جمهوري يعني بكل مكان يعني يستمتع بالقصيدة بشكل جميل، وهذا شيء كان أمنيتي فعلا وتحققت. طيب، إذا ممكن تكلمنا عن بعض الذكريات اللي جمعتك مع نزار قباني. الأستاذ نزار كان بالنسبة لي حلم، وأنا أعتقد كنت 14، كنت أقرأ يعني بعض، لأن كان أخي يجيب الكتب وأنا بالسرقة أروح أقرأ. فكنت عامل مثلا زيديني عشقا، كنت عامل أنا عمري 16 سنة بس المذهب فقط، يعني ما مكملها كلها، وكنت بعض القصائد أيضا مش يعني عاملهم وأنا صغير بس ما طلعتهم، لحد الآن عندي موجودين وأنا طفل يعني بعدني، ولحد أغنية إني خيرت كيف أختاري. كنت طالب في معهد الموسيقى وقدمتها، كان عندنا مهرجان فقدمتها على العود، أعزف أنا وحدي، وكان معي الفنان أستاذ محمد لفتة وكورال من معهد دراسات الموسيقية. فبعدين لما اشتهرت عندي أغنياتي فصرت بالحفلة أغني مقطع من إني خيرتك، وأقول لو أحد يعرف الأستاذ نزار يا ريتي، بس أنا كنت في لبنان، فوالله واحد من الحضور قال لي أنا عندي تليفونه، طلع من أقاربه يعني، فأعطاني تليفونه واتصلت فيه، مرحبا أستاذ نزار، هذا كاظم الساهر، قال لي سمعت عنك، وليش تغني اغنيتي بدون ما تاخذ موافقتي؟ قلت له والله يعني هي بحفله بسيطه غنيتها، ما غنيتها انه يعني تلفزيون او هاي. قال لي ايه بس حكوا لي عن اللحن جميل وهذا، يلا ابعث لي اياه، سجله وابعث لي اياه. فمن هاي بدات الصداقه. كيف كان شعورك وقتها؟ يعني بصراحه طاير من الفرح انه الاستاذ نزار قباني يعني يعجب بالعمل، وبعدين صرح قال والان عرفت ليه ما نطيت هاي القصيده من 25 سنه. يعني كان معجب باللحن بشكل رهيب، وكنت كل ما يعني ابعث يقول لي لا حط شويه مقام عراقي، قلت له شوف يعني كانت بدايه حلوه واستمرت الحمد لله، الله يرحمه، كان يعني كان عظيم صراحه. الله يرحمه. طيب، اذا ممكن تعطينا لمحه عن اعمالك القادمه. الان بعد البومي مع الحب كله 13 قصيده قدمت لجمهوري، صار يمكن 9 أشهر 8 أشهر الالبوم. الان راح شويه ارتاح ومتفرغ لألبوم باللهجة العراقية.